أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة التي أوصانا فيها المولى سبحانه وتعالى بأن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نكثر فيها من الدعاء، وأن نكثر فيها من الاستغفار، وأن نكثر فيها من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل في هذه الليالي الكريمة المباركة، سائلين المولى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم، بأفضل الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب
لكم مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نسير على هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فدعا إلى كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة. أيها الإخوة المؤمنون، مع كلمة العلم تلقيها واعظة الأوقاف المصرية الواعظة إيناس الخطيب. السلام عليكم. من منا ليس له جار؟ في الغالب جميعنا لنا جيران، قد تكون جيرتهم نعمة من نعم الله علينا، وقد تكون في أحيان أخرى ابتلاء يكدر علينا صفو حياتنا. ولو تأملت لوجدت أن جارك في كثير من الأحيان يكون هو الأقرب إليك حتى من أهلك بسبب قرب المكان، ولربما كان هذا أحد الأسباب التي جعلت القرآن الكريم والسنة تعطي اعتناء كبيرا لحق الجار، سواء كان الجار مسلما أم لم يكن مسلما. هلا تأملت أن الله سبحانه وتعالى قد قرن عبادته والإحسان للوالدين بالإحسان للجار؟ استمع لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وأنت بالتأكيد تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة ما أوصى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بجاره، ظن أنه سيجعل له نصيبا من الميراث كالأقر. والسؤال هنا: ما المطلوب منك تجاه جارك؟ في الحقيقة لديك كثير من الحقوق تجاه جارك. أولاً، أن تعلم أن البيت هو المكان الذي يرتاح فيه الإنسان ويسكن، فلا يحل لك أبداً أن تكون سبباً في إيذاء جارك. وكم نستمع إلى كثير من شكاوى الناس الذين يشكون من إيذاء جيرانهم لهم، فهذا يلقي القاذورات من شرفة منزله على شرفة منزل جاره، وهذا يلقي بالقمامة بالقرب من باب جاره. أما هذا فليله كنهاره، لا يعبأ بصراخ أولاده وضجيجهم أو حتى بأعمال الصيانة الكائنة حتى أوقات متأخرة من الليل، ولا يكف هذا الأذى عن جاره. وآخر يخاف على أهل بيته وبناته من إيذاء جاره الذي قد يتعرض لهم بقول أو بنظرة. ولا أعلم إن كان من يؤذي جاره قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، أي من لم يأمن جاره شره. كما أن من حق جارك عليك أن تكون له عونا، فإذا مرض عدته وسألت عنه، وإذا كان في كرب أو شدة كنت له سندا معنويا وماديا ما استطعت، وإذا كان عنده من الفرح شيئا شاطرته أفراحه. كما أن من عاداتنا الجميلة في بلادنا العربية أننا إذا صنعنا طعاماً أرسلنا بعضه لجيراننا. لكن هل كنت تعلم أن هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري، قال: يا أبا ذر، إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني أرسل منها إلى جيرانك. اللهم لا تجعلنا ممن استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، واجعلنا ممن قال فيهم: وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. يا خير مخلوق وأفضل مرسل،
وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يا أكرم الأكرمين، يا احفظ مصرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتقبل منا وقبلنا وعلى طاعتك وذكرك أعنا يا رب. يا ويجيب فيه خالص الدعوات، ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك. من شر ما أخشى من الآفات، إن لم تسامحني فإني هالك ومهدد بالويل والنكبات. فبمن نلوذ وأنت من أسمائك الحسنى تفيض بأعظم الخيرات. يا خالقي، يا رازقي، يا مالكي، يا عالم الأسرار.